قصص القرآن قصص القرآن. قصتنا اليوم تجينا من سورة قصيرة برشا، سورة فيها كين ثلاثة آيات، وهي سورة الكوثر. هي من السور القصيرة المعروفة واللي حافظينها الناس الكل، أما مليئة بالقصص والعبر والحكم، والحكم يجيونا من سبب نزولها في القرآن الكريم اللي تزامنت مع أحداث ووقائع صارت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الرواية الأصح تقول إنه هي نزلت في عاص بن وائل، وهذا لأنه شاف الرسول عليه الصلاة والسلام خارج من المسجد وهو داخل، فالتقاو عند باب بني سهم وتحدثوا، وكان فما ناس من صناديد قريش في المسجد قاعدين. فوقت اللي دخل العاص قالوا له شكون اللي كنت تتحدث معاه؟ يخي كي جاوبهم قالهم ذلك الأبتر، يعني النبي صلوات الله عليه. وقالوا الأبتر لأنه قد توفى قبل هذايا عبد الله ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبد الله كان من زوجته خديجة رضي الله عنها، وكان وقتها يسميه الأبتر كل من ليس له ابن. فنزلت سورة الكوثر، وفي تفسير آياتها الخير العظيم فهي اللي ذكرت الكوثر. شنو الكوثر؟ هو نهر تعد به الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، والكوثر يعني كثير الخيرات، والنهر هذا هو كثير الخيرات، وكما قلنا هو حوض النبي في الجنة، فكل من شرب منه ارتوى ولا يظمأ بعده أبدا. والنهر هذا يجيب لكل من شرب منه زيدا شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأمر ربي سبحانه وتعالى في سورة الكوثر نبيه بالصلاة، قال له فصلي إلى ربك وانحر. وأنحر لهنا معناها الأضحيات اللي تكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. واختلفوا برشا من العلماء هل يقصد ربي سبحانه وتعالى أضحية العيد ولا غيرها من الأضاحي، ولكن اللي كانوا كلهم متفقين عليه إنه في الآية اللي بعد وقت اللي ربي سبحانه وتعالى قال إن شانئك هو الأبتر، كان هذا خير رد على عاص بن وائل، لأنه الشانئ هو المبغض المعادي، وربي هو اللي يوصف عاص بن وائل بالأبتر وليس النبي عليه الصلاة والسلام. والعبرة لهنا إنه ربي سبحانه وتعالى يدافع عن اللي آمنوا به، فمهما فعلوا الكفار فإنتوا دائرة السوء اللي عملوها الدور الدور وترجع لهم، وكل كيد يتربصوا به أهل الحق هو باطل لا محالة. هيك علاش لازم يطمئن أهل الدعوات إلى الله، فربي سبحانه وتعالى ديما معهم وديما نصرهم وديما يساند خطاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. قصص القرآن قصص القرآن.